متابعو المصر اليوم في كل مكان، أهلا بكم. نتابع معكم اليوم آخر استعدادات المنتخب الوطني قبل مواجهة نظيره السنغالي غد الثلاثاء. منتخب مصر يحل ضيفا على منتخب السنغال عند 7 مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في إياب المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي ستقام في قطر خلال العام الجاري. بعثت منتخبنا الوطني طارت أمس الأحد إلى السنغال على متن طائرة خاصة ضمت اللاعبين وكافة الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخب. إدارة فندق بعثة المنتخب خصصت طابقاً للاعبين والجهاز الفني وفقاً لطلب البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب الذي يرغب في إبعاد لاعبيه عن نزلاء الفندق لإطفاء المزيد من التركيز على اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة. منتخب مصر يحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لمونديال قطر بعدما فاز في مباراة القاهرة بهدف نظيف من تسديدة لنجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فيما لا بديل للمنتخب السنغالي سوى الفوز بفارق 2 على الأقل للتأهل رسميا لمونديال قطر. محمد عبد المنعم كان قد تعرض لإصابة بكسر في أنفه خلال مباراة الذهاب بعد كرة هوائية مشتركة مع ساديو ماني، حيث أجرى مدافع الأهلي عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية ولن يكون متاحا للمشاركة مع المنتخب في مباراة الغد. بينما تلقى محمود الونش بطاقة صفراء في المباراة الماضية ليغيب عن مباراة الإياب بسبب تراكم البطاقات، وفي ظل حاجة كيروش للتأمين الدفاعي بشكل أكبر في مباراة الإياب على ملعب منتخب السنغال للحفاظ على أفضلية الهدف من أجل خطف التأهل، فإن المدرب البرتغالي سيحدث بعض التغييرات، فقد قرر كيروش استدعاء علي جبر مدافع بيراميدز وكذلك رامي ربيعة لاعب الأهلي لسد الفراغ الذي تركه عبد المنعم والونش في القائمة. وبناء عليه توقع الإعلامي أحمد شوبير خوض مباراة السنغال بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وعمر جابر وياسر إبراهيم وعلي جبر أو أيمن أشرف أو أحمد فتوح في خط الدفاع وحمدي فتحي ومحمد النني وعمر السلية في خط الوسط ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجي وعمر مرموش في خط الهجوم. خالص تمنياتنا لمنتخب الوطني بالتوفيق. وإلى هنا تنتهي متابعتنا، كنت معكم أنا هبة الله محمد من صالة تحرير المصري اليوم.